الشعب كلنا أخوة من درع البلد حتى راس العين. أشكر حضوركم جميعا أخوتي أعزائي الثوار. أنا الثائر والذي خرجت لرفع الظلم عن المظلومين. حقيقتنا والأمور بخير، ولكن الحمد لله في هذا اليوم تم اجتماع الكوادر الثورية والحراك الثوري في المركز الثقافي براس العين، وتم التوافق على عدة أمور أهمها تمثيل الثوار في المؤسسات القائمة على الأرض، وقد تفاعل جميع الثوار بهذا الاجتماع وكان لهم دور في إدارة الحوار والذي نجم عنهم توافق الثوار على تكوين جسم يجمع جميع الثوار. هل الثوار دور في البلد في الوقت الحالي؟ الثوار ما لهم دور أي دور بالمؤسسات المدنية على الأطلاق. التعيينات من وين تجي معك؟ من المريخ، من القمر، ما أعرف وين تجي. طالما قاتل أبنائنا ومهجر أهلنا موجود، إذن الثوار مستمرة. اليوم حقيقة اجتمعنا في رأس العين في المركز الثقافي حقيقة بعد فقدان الروح الثوري بسبب المندسين من عملاء البككة والنظام. اليوم حسينا أنه عاد الثورة من جديد، والحمد لله اجتمعنا وكنا على رؤية واحدة واجمعنا على رأي واحد وخرجنا برؤية واحدة الحمد لله. هموشنا كثيرا في مدينة راس العين كثواء وجبتنا وشغلتنا وشغلت المجلس وشغلت الدنيا. نعم، مصلحة الوطن باسم الدين ومصلحة الوطن، ولكن هؤلاء الحمقى لا يدركون حقيقة الإيمان، وأن الموقف ليس هو احتراف ولا تضليل.